النهوض بالقطاع الاقتصادي من خلال تعزيز منظومة البحث العلمي وخلق بيئة مناسبة للابتكار في المؤسسات أولوية وطنية كانت موضوعاً للنقاش في ملتقى علمي بعنوان من أجل منظومة بحثية فعالة موجهة نحو الابتكار وخدمة الاقتصاد نظمه المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. إن دعم السيد رئيس الجمهورية الذي جعل من البحث العلمي الأولوية الوطنية وطموح النخبة الوطنية في تكثيف تطبيق العلوم والتكنولوجيا خدمة للتنمية المستدامة يضمنان تنفيذ استراتيجية ترتكز على البرمجة والتنسيق والتقويم لبرامج البحث العلمي والابتكار. وفي هذا السياق يعمل المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات على بذل قصارى جهده لتعبئة كل الإمكانيات في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. اللقاء الذي عرف مشاركة خبراء وباحثين وكذا فاعلين اقتصاديين تطرق إلى سبل جعل الابتكار والبحث محركا للاقتصاد وعاملا خلاقا للثروة، مع التأكيد على ضرورة استحداث وحدات للبحث على مستوى المؤسسات الاقتصادية بالموازاة مع جهود الدولة في هذا السياق. عندنا الكفاءات في ميدان البحث، عندنا فيما يخص البنية التحتية للبحث توتلي زانفراستركتور دو ريشيرش. المؤسسات الكبرى لازم تفهم باللي المستقبل تاعها هو في البحث، لازم إنشاء وحدات بحث مختصة لتعمل حسب المطالب تاع الشركات هذيك. برنامج تاع رئاسة الجمهورية هو نطوروا الباحثين اللي راهم جدد، كما الطلبة لي ستارت اب، المؤسسات الناشئة هذوما، باش نطوروا الاقتصاد الوطني. وكاين ثاني المؤسسات الوطنية الكبيرة المعروفة في الميدان الصيدلة، في الميدان صناعة السيارات، في مجالات عامة، هذوك ثاني لازم يدخلوا فيها سكون ابل ريشيرش ديفلوبمون. الملتقى جاء قبيل الجمعية العامة الثانية للمجلس الوطني للبحث العلمي. هذه الهيئة التي تم تنصيبها في مارس 2022 والتي من ضمن مهامها تحديد التوجيهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي.